نصف ثاني ماما شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم عندنا الفصل الثالث، جمع الأعداد المكونة من مرتبتين. هنا ماما عندي جمع ثلاث أعداد من مرتبة واحدة. سؤال: أجد ناتج الجمع، أستعمل جمع الضعف. جمع الضعف يعني شنو؟ يعني جمع العدد مع نفسه. هنا عندي 4 زائد 7 زائد 4، نجمع 4 زائد 4 شكد تساوي؟ تساوي 8. نجمعها ويا منو؟ ويا 7. أقول 8 زائد 7 شكد تساوي؟ هنا 15. نكتب 15. عندي هاي النقطة الثانية، 7 زائد 6 زائد 6، جمع الضعف. نجمع 6 زائد 6 شكد تساوي؟ 12. ال 12 نجمعها ويا منو؟ العدد الثالث ال 7. نقول 12 زائد 7 شكد تساوي؟ 19. عندي ماما السؤال الثاني، أجد ناتج الجمع، هنا أكون 10. هذا أخذناها بصف الأول إذا تتذكرون. أكو رقمين قلنا أجمعهم تنطيني 10. هنا عندي هنا 8 زائد 6 زائد 2، أقول 8 زائد 2 شكد تساوي؟ 10. 10 زائد 6 تساوي 16. هنا عندي 7 زائد 9 زائد 3، يا رقمين هنا أجمعهم يطلع 10. 7 زائد 3 تساوي 10. هنا 10 تبقى زائد 9 تساوي عندي 19. هنا ماما راح نراجع الجمع مع إعادة تسمية الأحاد. إعادة التسمية يعني أحول العشرة أحاد إلى 11. ناخذ سؤال، استعمل مكعب الأحاد ومكعب العشرة وجدول القيمة المكانية لإيجاد ناتج الجمع. عندنا ماما هذا الجدول أحاد عشرات، الرقم هو 37 زائد 8. نقول 7 زائد 8 شقد تساوي؟ 15. نكتب الخمسة بالأحاد والواحد عشر إعادة تسمية بالعشرات، أجمعها ويا الثلاثة بالعشرات شقد تساوي عندنا؟ تساوي 4. أكتبها بالعشرات هنا راح نقول أجمع الأحاد، وهل أحتاج إلى إعادة تسمية؟ يعني بقى باقي وحولت على العشرات، يعني حولت العشرة أحاد إلى 11. أحوط النعم هنا وأكتب شقد عندي أحاد؟ 5. شقد عندي عشرات؟ 4. هنا ماما عندي 11 زائد 8، هنا نقول 1 زائد 8 شقد تساوي؟ 9. وأنزل الواحد. زي ماما هنا ما أحتاج إعادة تسمية، أحوط على لا، 9 أحاد وواحد بالعشرات. زين ماما هنا ماما عندي جمع عددين من مرتبتين مع إعادة التسمية. الأحاد هنا عندي العدد يقول 53 زائد 28. هنا نجمع الأحاد ويا الأحاد، يعني 3 زائد 8 شقد تساوي؟ 11. نكتب 1 بالأحاد ونضيف 1 على العشرة ونجمع العشرات ويا العشرات، نقول 1 زائد 5 شقد تساوي؟ 6. زائد 2 تساوي 8، الناتج 81. ناخذ ماما مسألة، يتجه قطار من بغداد إلى البصرة، صعد إلى القطار 55 راكبا من مدينة الحلة، ثم صعد إليه 37 راكبا من مدينة الناصرية، كم راكبا صعد إلى القطار من المدينتين؟ إحنا ماما بهاي المسألة شلون أعرف أجمع أو أطرح؟ إحنا نجمع ليش؟ لأن يريد يعرف كم راكب صعد من المدينتين اثنينهم. نقول 55 زائد 37، هنا 5 زائد 7 تساوي 12.
نكتب الاثنان بالأحاد والواحد نضيفه على العشرة. نقول واحد زائدا خمسة تساوي ستة، زائدا ثلاثة تساوي تسعة، الناتج 92. راك هنا ماما عندي جمع ثلاث أعداد، هذا نحله بطريقتين. الأولى نجمع ثلاث أعداد رأسا، ناخذ سؤال جد ناتج الجمع. هنا عندنا أولا 13 زائدا 41 زائدا 27، نجمع الأحاد ويا الأحاد والعشرات ويا العشرات. حنقول 3 زائد 1 يساوي 4 زائد 7 يساوي 11. نكتب 1 بالأحاد ونضيف 1 على العشرات. 1 زائد 1 يساوي 2 زائد 4 يساوي 6 زائد 2 تساوي 8، الناتج 81. ثانيا 17 زائد 23 زائد 25، هنا 7 زائد 3 تساوي 10 زائد 5 تساوي 15. نكتب 5 بالأحاد ونضيف 1 على العشرة، صير 1 زائد 1 تساوي 2 زائد 2 تساوي 4 زائد 2 تساوي 6، الناتج 65. عندنا ماما الطريقة الثانية، أجد ناتج الجمع، أجمع عددين أولا ثم أضيف ناتج جمعهما إلى العدد الثالث. هنا عندي 62 زائد 15 زائد 17 تساوي، نجمع العدد الأول ويا العدد الثاني. هنا عندي 62 زائد 15 ايش تساوي؟ 2 زائد 5 7، 6 زائد 1 7، 77 نجمعها ويا العدد الثالث اللي هو منو؟ 17. ايش حنقول؟ نقول 77 زائدا 17 ايش قد يساوي؟ حجمها 7 زائدا 7 14. نكتب الأربعة بالأحد ونضيف 1 على العشرة، راح تصير 1 زائدا 7 تساوي 8 زائدا 1 يساوي 9، إذا الناتج 94.